الآن ينضم إلينا الدكتور عدنان إسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عدنان، وسأبدأ معك بربما آخر التطورات وما دار أخيرا ومؤخرا خلال الساعات الماضية عن ظهور حالات تحديدا في منطقة طبربور. ما هي الأوضاع في منطقة طبربور، أوضاع الإصابات، أوضاع المخالطين والعينات التي تم أخذها تحديدا؟ نعم، بالأمس ظهر حالات من طبربور، وتم التوسع بأخذ عينات من المخالطين ومن المجاورين لهذه الحالات، وظهرت النتائج سلبية الحمد لله لكافة الذين تم أخذ العينات من هذه الفئة. بالنسبة بشكل عام في محافظات جميعها تم أخذ أو التوسع بأخذ عينات عشوائية من كافة المحافظات، وأظهرت النتائج يعني قبل أن ننتقل إلى الشكل العام للمحافظات والأوضاع، سأتي معك تحديدا إلى النقاط الساخنة كما يتم الحديث، ولكن في منطقة طبربور نتحدث فقط عن 3 حالات. كم عدد العينات التي أخذت من طبربور تحديدا؟ حوالي 60 عينة تم أخذ لمخالطين لمخالطين وللمجاورين. طيب، يعني هل تم التقصي عن هذه الحالات الثلاثة؟ كيف وصلت إليها الإصابة دكتور عدنان، وبالتالي تحديد لربما بشكل أكبر طبيعة الإصابة، وتحديد بشكل أكبر أيضا طبيعة المخالطين سواء كانوا من الحلقة الأولى أو الثانية؟ نعم، بالنسبة للفريق الاستقصاء الوبائي جاري العمل على تقصي هذه الحالات ومن أين حصلت على الإصابة بتعبئة الاستقصاء الوبائي من قبل فريق متخصص لهذه الغاية وبالتواصل المباشر مع المصابين بهذا الفيروس. للتأكيد دكتور عدنان، 60 عينة سلبية تم سحبها؟ نعم، 60 عينة نعم سلبية. صحيح. طيب. نعم. الآن هناك إجراءات بحظر ومنطقة عزل في طبربور، ويتم التعامل بناء على هذا الإطار للتحديد بالتالي وعدم انتشار هذه العدوى ما بين السكان في تلك المنطقة. الآن محافظة إربد نتحدث عن الحي الشمالي تحديدا، مراسلنا تحدث بأنه أكثر من 380 عينة تم سحبها من قبل فرق التقصي الوبائي في الحي الشمالي، وبالتالي من 380 كم ستظهر نتيجة لهذا اليوم، خصوصا بأنه الدكتور وائل هياجنة تحدث بأن هناك مؤشرات إيجابية لأعداد كبيرة لربما ستكون مصابة بهذا الفيروس؟ نعم، بالنسبة للعينات يعني لنتائج العينات لم تظهر بعد، ظهرت بعض النتائج وسيتم الإعلان عنها خلال الإجازة الصحفي لمعالي وزير الصحة، وعن عدد الإصابات التي تم اكتشافها من خلال النتائج التي ظهرت، لكن في بعض العينات ومعظمها لم تظهر لغاية هذه اللحظة. طيب بشكل عام الآن دكتور عدنان، الوضع في مناطق المملكة وتحديدا أيضا أريد منك تفاصيل إن كانت موجودة حول منطقة النصر. نعم، بالنسبة لمنطقة النصر كما تعلم تم التوسع بأخذ عينات من جميع المخالطين وبالإضافة إلى جميع المجاورين للـ3 إصابات التي تم اكتشافها مؤخرا، وظهرت النتائج وبحمد الله جميع النتائج التي ظهرت هي سلبية، جميع النتائج بغض النظر يعني متى سحبت، أول أمس أو الأمس أو يعني جميع النتائج التي ظهرت كلها جميعها سلبية. أشكرك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا دكتور عدنان إسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة. شكرا لك دكتور.